حضراتكم انه في نفس السياق واحنا بنتكلم في اسكندرية، حياة كريمة قررت انها هتسدد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من 1000 أسرة متعسرة في اسكندرية، وده كمان دي كانت بتوجيهات سيادة الرئيس أول ما عرف الموضوع، وإن في ناس متعسرة على طول طلع حياة كريمة تسدد وتشوف، وزي ما بنقول كده إنه الوقوف دائما والأولوية للأولى بالرعاية في مصر. طيب هو إيه اللي حصل؟ حياة كريمة هتعمل إيه؟ خليني أرحب بالأستاذة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة. أهلا بيكي يا أستاذة عهود. أهلا بحضرتك يا أستاذة عزة، إزي حضرتك؟ أهلا بيكي حبيبتي، أهلا بيكي. الحقيقة شغل حياة كريمة شيء عظيم بجد والله. مهم أعرف من حضرتك إنه مؤسسة حياة كريمة اتكلفتوا وطلعتوا بيان إن أنتوا هتتكلفوا بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة لعدد من الأسر الأكثر احتياجا، وليه لي هتعملوا إيه وهم كام؟ احنا اول ما يعني حضرتك عارفه دايما بصراحه الزيارات بتاعت سياده الرئيس بتيجي ايه بتنعكس بالخير يعني على 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 اهل كل محافظه. صحيح. بالصدفه واحنا بننسق حاجات كمؤسسه مع وزاره التنميه المحليه ووزاره ومحافظه اسكندريه، اكتشفنا ان في مجموعه من الاسر هي مستحقه للمساعده وهي متعثره في سداد القيمه الايجاريه بتاعت البيوت بتاعتها. فاشتغلنا على متعثره في ايه؟ الأسر في سداد القيمة الإيجارية، يعني هناك في يعني لما الأسرة بتتنقل في البيوت الجديدة بتبتدي زي حاجة قيمة إيجارية بسيطة المفروض تدفعها عشان خاطر نطمن إن الأسرة هتفضل في مكانها وإنها مش هتأجر أو تستغل. طبعًا طبعًا. والحفاظ والصيانة وإنه الأماكن تظل بحالتها الكويسة. بالظبط. ده الشقة الثانية إن يبقى في تحمل المسؤولية، الحاجات دي بقت بتاعتهم. طبعًا طبعًا. للحفاظ عليها. استدامة المشروع أصلا. أيوة. فلقينا ان في مجموعة من الأسر هي يعني حالتهم الاقتصادية ما تسمحش ان هم يدفعوا الإيجارات ديت وعليهم متأثرات. تمام. فكان التدخل كان على شقين، الشق الأول ان احنا نسدد القيمة الإيجارية ديت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة اسكندرية. يعني انتوا اللي هتسددوا للتنمية المحلية في اسكندرية. بالظبط. تمام. بالتنسيق مع التنمية المحلية. والحاجة الثانية كان ان احنا بما اننا مؤسسة مجتمع مدني طول الوقت بندور على حقوق حلول اكتر استدامة، ندور ازاي نساعد الاسر ديت انها ما تتعرضش لنفس المشكلة الشهر الجاي واللي بعده واللي بعده. طيب يبقى احنا بنتكلم في نقطتين استاذ عهود عشان الناس تبقى واضحة. في مجموعة انا مش عارفة العدد قد ايه تقريبا او اللي عليهم قد ايه. حوالي 1000 تقريبا. تقريبا إيه عليهم متأخرات هتسددوا لهم فلوس قد ايه؟ قيمة إجمالية 4 مليون جنيه. 4 مليون. انتوا اللي هتتكفلوا بال4 مليون كحياة كريمة علشان الناس دي كل الديون اللي عليها المتأخرة تخلصوها لهم. بالظبط. احنا يبقى ده جزء. الحمد لله تكفلنا بيها كلها وقدمناها كمان خلاص. خلاص خلصت؟ الحمد لله. لا والله ما شاء الله، ده انتوا على طول اشتغلتوا على طول، يعني تم سداد فعلا، يعني ما فيش حد عليه فلوس متأخرة في اسكندرية في البشاير مثلا تحديدا الا وانتوا خلاص سددتوها. لا الحمد لله كلها اتسددت. طب هايل كده، يعني هيعيدوا هم ما لهمش ديون. هو ده كان هدفنا والله انها تتسدد. الله عليك الله عليك. ايوه.